الدرس الأول الطاقة وأشكالها. نشاط واحد الطاقة. أنفذ وزملائي بعض التمارين الرياضية. واحد، ما الذي يمكننا من القيام بالتمارين الرياضية وإنجاز أعمالنا اليومية؟ الغذاء. اثنان، نحتاج إلى الغذاء حتى ننجز أعمالنا اليومية. ما أهمية ذلك؟ يزودنا بالطاقة اللازمة لإنجاز أعمالنا اليومية. ثلاثة، تحتاج السيارة إلى الوقود حتى تتحرك. ما أهمية ذلك؟ يزودها بالطاقة اللازمة للحركة. أربعة، ما العلاقة بين الطاقة والعمل المنجز؟ الطاقة هي المقدرة على إنجاز العمل. خمسة، نطلق على المقدرة على إنجاز العمل الطاقة. ستة، أكتب بلغتي تعريفا للطاقة، هي المقدرة على إنجاز العمل. أفكر أعمال أقوم بها خلال يومي تحتاج إلى الطاقة، المشي، القراءة، والكتابة، والزراعة. نشاط اثنان، مصادر الطاقة. أتأمل الصور الآتية وأكمل الجدول. لدينا الجدول مصدر الطاقة والغرض من استخدامها. جريان الماء لتوليد الطاقة الكهربائية، الشمس، الطاقة الضوئية، البناء الضوئي، الطاقة الحرارية، الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية، الوقود لتوليد الطاقة الحركية، الغذاء للقيام بالأعمال اليومية. أناقش زملائي، الشمس مصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض لأن معظم مصادر الطاقة مصدرها الشمس، مثلا المسؤول عن حركة الرياح هو الشمس، والمياه الجارية ودورة المياه في الطبيعة المسؤول الشمس، الوقود وكيفية تشكله المسؤول الشمس. نشاط ثلاثة، أشكال الطاقة. أتأمل الشكل الآتي وأجيب. أكتب أشكال الطاقة الواردة في الشكل أعلى. واحد، الطاقة الصوتية. اثنان، الطاقة الكهربائية. ثلاثة، الطاقة الكيميائية. أربعة، الطاقة الحرارية. خمسة، الطاقة الضوئية. ستة، الطاقة الميكانيكية. أكمل الجدول الآتي كما هو موضح في المثال الأول. مصدر الطاقة الرياح، شكل الطاقة حركية، الغرض من استخدام الطاقة تحريك السفن الشراعية. الصورة الثانية، مصدر الطاقة الوقود، شكل الطاقة حرارية، الغرض من استخدام الطاقة طهي الطعام الخبيز. الصورة الثالثة، مصدر الطاقة الشمس، شكل الطاقة حرارية، الغرض من استخدام الطاقة تسخين المياه. الصورة الرابعة، مصدر الطاقة الوقود، شكل الطاقة حركية، الغرض من استخدام الطاقة حركة السيارة. الصورة الخامسة، مصدر الطاقة الغذاء، شكل الطاقة حركية، الغرض من استخدام الطاقة الحركة واللعب. الصورة السادسة، مصدر الطاقة الشمس، شكل الطاقة ضوئية، الغرض من استخدام الطاقة البناء الضوئي، نمو النباتات. نشاط أربعة، ألعب مع الطاقة. نحضر ومعلمنا ألعابا زمبركية مختلفة، سيارات، دمى، ألعب بها مع زملائي. أتساءل كيف تحركت هذه الألعاب؟ للإجابة على هذا السؤال هيا ننفذ النشاط الآتي. واحد، أحضر زنبركا نابضا وحركة من الفلين وكرة من الفلين. اثنان، أثبت الزنبرك على سطح الطاولة وأضع الكرة عليه. ثلاثة، أضغط النابض مع الكرة بيدي ثم أفلت كما في الشكل المجاور. أسجل ملاحظاتي، يتحرك النابض من أسفل إلى أعلى. أربعة، هل تمتلك الكرة المتحركة طاقة؟ أفسر، نعم تمتلك الكرة المتحركة طاقة لأن الكرة أثناء حركتها تنجز عملا. خمسة، ما شكل الطاقة التي تمتلكها الكرة المتحركة؟ طاقة حركية.
6. هل يمتلك النابض المضغوط طاقة؟ أفسر: نعم، يمتلك النابض المضغوط طاقة لأنه إذا أفلت قام بإنجاز عمل. 7. ما شكل الطاقة التي يمتلكها النابض المضغوط؟ طاقة وضع. أتأمل الشكل الآتي وأجرب: طاقة وضع، الشكل 1، الشكل 2، طاقة وضع تتحول إلى طاقة حركة. 1. تمتلك الكرة في الشكل 1 طاقة وضع، لماذا؟ لأنها إذا أفلتت قامت بإنجاز عمل. 2. تمتلك الكرة في الشكل 2 طاقة حركة، لماذا؟ لأنها تمتلك طاقة حركة بسبب حركتها. أستنتج أن الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب حركته تسمى طاقة وضع. الطاقة التي يمتلكها الجسم بسبب موضعه تحت تأثير قوة يسمى تحت تأثير قوة معينة تسمى طاقة حركة. في ضوء استنتاجاتك، كيف تفسر حركة الألعاب الزنبركية؟ الاستنتاجات: الحركة ناتجة عن الطاقة المخزونة في الزنبرك نتيجة الضغط عليه. نشاط 5. مصادر الطاقة الكهربائية. أتأمل الصورة الآتية، الصور الآتية وأكتب مصدر الكهرباء. الصورة الأولى: البطاريات الجافة والسائلة. الصورة الثانية: المولدات الكهربائية في محطة توليد الكهرباء في غزة. الصورة الثالثة: الخلايا الشمسية. مشكلة وحل: تهدف سلطة الاحتلال الصهيوني إلى عزل بعض المناطق النائبة في فلسطين النائية في فلسطين، مثل قرية جبة الذيب التي تقع في محافظة بيت لحم بهدف تهجير سكانها، فمنعوا توصيل التيار الكهربائي من محطة التوليد الرئيسة إلى القرية. أقترح وزملائي حلاً لهذه المشكلة: الاستفادة من الطاقة الشمسية بتركيب خلايا شمسية.